السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا الله جل وعلا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفع بنا. اللهم آمين آمين. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الراقي بين الصدق والكذب. وحتى نصحح الرقية لابد من الصدق، ولابد من جلسة المصالحة مع الذات ومع النفس ومع الآخر، لنجلي حقائق دون أن نسمي. فالعبرة نأخذها، والموعظة نأخذها، والحكمة نأخذها، والفائدة نأخذها. لا حاجة لنا أن نسمي أفرادا. غايتي من هذا كله هو أن يصبح الطريق واضح. حال الراقي في العلن كيف هو، وحاله مع المرضى كيف يكون. حاله على الفيسبوك، على اليوتيوب، على وسائل التواصل الاجتماعي كيف هو؟ قد يرى أنه عالما، ملكا، إماما، مرشدا، داعيا، فقيها، واعظا، حكيما، فارسا، وقد يكون غير ذلك في السر. قد يظهر زاهدا، وارعا، ولكن في السر غير ذلك. إذا لن أسمي في هذا اللقاء وغيرك هي عادتي، وهذه غاية شرعية وضوابط شرعية، ولكن وجب علينا بإذن الله عز وجل أن نبين للقاصي والداني، لكل مريض، لكل من يطرق أبواب المعالجين، وكذلك لكل معالج، أين يكمن الصدق وأين يكمن الكذب. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن البعض ربما الناس يظنون المرضى هم من يشهدون ويكتبون، وستكتب شهادتهم ويسألون، يعلمون حقيقة الراقي. هناك رقاة، سرهم كجهرهم، علانيتهم كسرهم، عادي جدا، ويسيرون بخطوة ثابتة بإذن الله تعالى. وهناك البعض هم من أساء، بحيث يخفون أمور عظيمة جدا جدا في مسائل الرقية الشرعية، ويأتون بالعجائب والغرائب. العجائب من ناحية العقدية ومن ناحية المنهجية، والغرائب أيضا يأتون بالعجائب وبالغرائب. عندهم مصائب في كل نواحي الرقية. هناك من عنده مصائب في التعامل مع الحالة في التشخيص، ويعمل حيل وسنبينها، حيل في التشخيص. هناك من عنده حيل في التعاون مع الجن. هناك من عنده حيل في بيع الأدوية. هناك من عنده حيل في أخذ الأجرة، حيل. وهناك من عنده حيل في إظهار المقاطع، وهناك من عنده حيل في إظهار الوجه الذي هو وجه البراءة والدعوة والحب وكلام الطيب. هناك وجوه عدة في مجال الرقية الشرعية، لا يستطيع الإنسان أن يعرفها، يعلمها عند فلان دون غيره، حتى يكون معه، أو حتى ربما يتعامل معه في الرقية فكيتصدم. طيب سؤال، الأخت كتعرف الرجل مثلا، هل تعرف الراقي الذي يغازل النساء؟ لا تعرفه، لكن حينما تقع في المشكل تصبح تعرف، حتى يوقع فاس في الرأس. إذا كانت على دراية ربما تعرفه من نظراته، من كلماته، من رسالته، من إشاراته. إذا كانت لا تعلم، ربما يستدرجها في أمور أخرى، أو ربما يلمسها ثم يتحس جلدها وجسده ومفاتنها، وربما يدعوها إلى شيء آخر، وربما هي في غير لا وعي، في اللاوعي، أو بين عقل نص ونص مع عقل، وكي لا تتحكم، هي كتعرفش كيوقع، وكي ما كتتحكمش في جوارحها. فلما تفيق تقول لك أنا كنت يعني كنفهم كنعقل، وكي ما قدرش نتحكم جسدي، هذه أنواع المس موجودة. تقول لك لكن تعجبت كيف ذهب إلى صدري، وكيف ذهب إلى بطني، وكيف ذهب إلى قدم مثلا. هذه موجودة، هذه الأمور يكون الراقي بين بين. لكن يخرج لك على الفيسبوك يقول لك مس النساء عورة، والعورة حرام ولا يجوز،
وتقول سبحان الله هذا إمام، هذا إنسان طيب، هذا تقي ورع، هذا خاشع وهذا زاهد. وتأتي عندك مثلا فلانة وفلانة، ما نقولوش فلانة، يصبح الخبر حتى عند الرجال. لكن للأسف أنك تجد أن في هذا الذي أصبح يحطم الرقية هو التكتلات الحزبية، التكتلات الحزبية. بمعنى أنت صاحبي لا خوف عليك، أنت معايا لا خوف عليك، كيف ما عمل أحزاب الدول والأحزاب السياسية والكتل السياسية. بمعنى تقع في المصيبة نستر عليك لأنك منا، مفهوم؟ الآخر يقع في لا في خطأ، إنما في شبهة تساق دون بينة، لكن تثار حولها الفتن لأن الغاية إسقاط فلان. هذا هو الواقع الموجود في الرقية. إذن هناك صدق وهناك كذب، فعلى الناس أن يحتاطوا. وسائل التواصل الاجتماعي ليست المرآة الحقيقية، خذوها مني، وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ليس هو المرآة الحقيقية للراقي، هذه مرآة مزيفة مغشوشة فيها ما فيها، لأن هنا يعرض عليك ما أراد ويظهر ويجلي لك ما أراده. يدخل إلى الشيخ جوجل ويبحث فيه ثم يضع لك منشور، يختار صور ويضع لك حديث نبوي، وتظن أن أنفاسه سنة ودقات قلبه توحيد، وتقول ما شاء الله هذا هو الرجل إلا فلا. وبالتالي حينما يرى أن الناس بدأوا يميلوا إلى صدقه يبدأ يزرع ويستقطب أفرادا بطعن في خاصة فلان وفي ظهر فلان وفي عقل فلان وفي توحيد فلان. بماذا؟ بأدلة شرعية وبنقولة علمية. مثلا يأتي إلى مسألة يرى فيها ما فيها من خلال رؤية شيطانية على أن الأمر يحتمل أكثر من وجهة نظر، ثم يبني عليه نقولات وأقوال ويجعل فئة من الناس تميل معه، لأن المنشورات هي علمية فقهية شرعية. لكن واقعه هو خلاف ما يراه الناس على الفيسبوك، واقعه خلاف ما يراه الناس على اليوتيوب، وخلاف ما يرى إن كان معالجا ما يرى الناس عنده في العلاج، سواء في البيوت أو في المراكز أو في المعشبات أو هنا قلت كلمة بدأت لنجعل هذا الحديث في هذه الجلسة حول الرقية أو الراقي بين الصدق والكذب، بين الصدق والكذب. كثير من الناس يشتكون مثلا، أو كثير من الرقاة يعلمون علم يقيني أن بعض المعالجين يقعون في المحظور، وهذا المحظور يؤدي إلى ما هو أعظم وأخطر. مثلا حينما يأتي معالج وأنت تعرف صدق هذا الرجل وتعرف أخلاقه مثلا، ويقول لك جئت إلى مركز فلان دون سابق علم، فوجدته في خلوة مع فلانة دون كاتبة دون محرم رفيق لها مثلا من أهلها أو محارمها، لم تنتفي الخلوة مثلا، وتجده يتكلم لا بد من وجود المحرم، لا بد أن المراكز تكون تحت رقابة شرعية، لا بد أن تستثير المرأة، ويجده هذا الرجل وهو جالس معها وهي متبرجة سافرة، وهو وهي وحدهما والشيطان ثالثهما مثلا. وهذا يتكرر كثيرا، وهذا ما يجعل اللمز والغمز والطعن في صدور وقلوب الرقاة وفي سير الرقاة، وهذا ما يجعل المحظور يقع في مراكز الرقاة مثلا. إذن بماذا نمثل هذا الأمر حينما نسمع أن هذا يتكلم مثلا في خطاباته على اليوتيوب وفي فيسبوك وما شابه، أن لا بد من وجود المحرم انتفاء الخلوة كذا، ويجد الناس يأتون مثلا يجدونه في خلوة مع 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 فلانة مريضة، والمصيبة الخلوة وهي في كامل زينتها وتبرجها، ولم يقل لها ويأمرها بالحجاب الشرعي، مفهوم؟ إذن هي مصائب
بعضها أعظم من بعض وبعضها أسود من بعض. حينما يجلس هو وحده مع مريضة سافرة متبرجة بكامل زينتها، لباسها يشف ويصف، ووحده في المركز، هو وهي في المركز، لا أحد معهما، لا كاتبة ولا انتفاء خلوة ولا شيء من هذا، وتجده في الفيسبوك وفي اليوتيوب يتكلم عن الورع وعن الزهد وعن الخشية وعن حدود الشرعية. أليس هذا كذب؟ أليس هذا تدليس وتضليل لعباد الله عز وجل؟ هذا موجود وهذا كثير. إذن أقول إن المنابر الدعوية الإعلامية التواصل الاجتماعي لا تجلي بحق حقيقة الرقي، فقد أصبحت في الغالب تجارية، في الغالب هي وسائل إعلامية دعوية تجارية محضة في الغالب عند الكثير من يفكرون بتفكير تجاري، التفكير التجاري الضيق. كيف ذلك؟ نفتح عيادة، مركز، محل، كما الآن يصبحوا يطلقوا على الإعلاميين دكاكين وبقالة ولا جراجات، ويبدأ يستقطب الزبائن بهذه الطريقة الإعلامية الدعوية، يكتب مقالات منشورات أو يطعن في أعلام وفي ناس معروفين، ثم يستقطب أناس وهو عنده وجهة نظر أنه عام عامين خصو يهبط الريدو ولكن مصور كليسات، مفهوم؟ واللي زاد فوق الضرة أفضل، يعني هو أصلا ما عنده ما يخسر، ما تعبش في نجاح، ما تعبش في رقية، ما تعبش في تعليم، ما تعبش في أي شيء، جاء وجد الأمور كلها سهلة، فأعطى لوجهه لحية وقميص حتى يجلي للناس صدقه، وهو بالداخل يذبح الناس ذبحا، وهذا يجب أن يكشف، هؤلاء يجب أن يكشفوا لعامة الناس ولكل مسؤول غيره، حتى بإذن الله تعالى تطهر الرقية الشرعية من المدعين ومن الدخلاء. إذن الراقي، كل راقي هو بين الصدق وبين الكذب، كل راقي مع نفسه هو بين الصدق، بين الصدق والكذب، إما أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا وصادقا مع الميدان والمرضى، أو يكون كاذبا غاشا، مفهوم؟ مثلا تجده يكتب ويذم ويقول لا يجوز أخذ الأجرة ولا يجوز تعاطي المال ولا يجوز، ويبدأ ينعت ويسب في الناس سبا وطعنا ولعنا. لماذا؟ لأنهم يأخذون مقابل على جلسات العلاج مثلا، والناس أصبح بهذا قد كسب عقولا وقلوبا للناس، وظن الناس أنه هو ذاك المثال الذي يقتدى به في مجال الرقية، بحيث أنه لا يطلب المال، وهذا خلل، أنه لا يطلب المال، أنه زاهد ورع. ثم بعد ذلك في الخفاء ماذا يصنع؟ بدأ في الخفاء يتعامل مع أفراد، وهذا موجود وحقيقي وعليه شهادات وبينات، يتعامل مع أفراد. كيف يتعامل مع أفراد؟ يستقطبهم ويأتون إليه، يقول له مثلا غير اللي أعطيته، ثم يبدأ يحاول أن يمدد معه في جلسات العلاج أكبر أطول وقت ممكن، وعينه ميزانه هل سيعطوه أم لا، إن أعطوه رضي ولا ما أعطوهش يأخذ بطريقة أخرى. ما هي مثلا؟ يبدأ يبيع أدوية، يبيع لهم زيوت، أو ربما يقول لهم لابد أن أتيكم ببخور، عندي بخور من السعودية، عندي بخور من الهند، عندي بخور كذا، عندي وصفات خاصة لا يعلمها أحد، علمني إياها الجن مثلا، أو وصلت إليها بواقع التجربة أو ما شابه. والناس ظنوا أنه حينما تنحى عن الأجرة في الرقية على أنه صادق، وبدأ يأخذ الأموال بطريقة أخرى، بطريقة أخرى، وهو كذاب كاذب غاش حينها، والناس لا يتفطنون لهذا الأمر، وبعضهم يقول لهم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أنا لا أريد مالا، لا أريد منكم أجرة ولا شيء، لكن حينما يرى الفريسة يذبحها ذبحا، يطلب، أقول ليس الآلاف وإنما الملايين، وأنا أعي ما أقول، ليس الآلاف وإنما الملايين. نعم، وبعضهم يقول كذلك أنني أنا لا أخذ مالا،
وحينما تأتيه المريضة حينما تأتيه المريضة إلى جلسات الرقية والعلاج في مركزه حتى يفقه الناس سواء على الفيسبوك أو عند وضعه على اليوتيوب العالم يفقه هذا الأمر. وكل مريض سواء في بلدنا أو في البلدان الأخرى، لأن بعض البلدان لا زالوا على الطيبة الزايدة والنية الصادقة الزايدة، والبعض يذبح ذبحا، البعض يذبح ذبحا يظن أنها كأنها غنيمة لا بد أن يأخذ بأكبر قسط وأكبر نصيب قبل أن تغلق الأبواب، مفهوم؟ إذن هذا لا بد أن يفهم، لا بد أن يفهم. نعم كيتمسكن حتى كيتمكن، هذا هو الكلام الصحيح أختي. بعض الرقاة منهجهم تمسكن حتى تمكن، بمعنى أظهر أنك طيب مخلص ودود بشوش غيور على الدين وعلى السنة، وفي الخفاء لا ترحم. ما كنقولش الكل وإنما البعض، أنا حينما أقول الآن أقول البعض لا أقول الكل، مفهوم؟ إن شاء الله بقوا معنا غنجلوا بزاف الأمور بإذن الله. ومنهم من يتاجر في أمور الشعوذة مثل، نعم هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. منهم من قادته الجن والشياطين باسم العلاج والرقية، قادته الجن والشياطين باسم العلاج والرقية. سحر يدبر إليك سحر. نعم أنا أعلم، هو حارب كبار الشياطين والصحراء، ولكن الله يحفظنا يحفظ أهلنا وأبنائنا إن شاء الله. وأقول لك سرا أكبر، نعم هنالك بعض من يدعون العلاج، يدعون العلاج أنهم معالجون، نعم ولكنهم وصلت. إذا ألم قلت، ألم أقول لك فيك خير؟ قلت لك هذا لأنك عاملتني بالخير بالرغم من تلك الأذية. طيب ألم أقول لك أن فيك خير؟ فيك صفاء. الحمد لله الحمد لله، والله يفقنا الخير، حتى أنت فيك خير إن شاء الله، والله أرى فيك الخير. أنا أريد أن أذهب من هذه الدولة، هذا كل ما أريده، أنا تعبت من لا إن شاء الله أريد أن أذهب. طيب شاركنا الخير، شاركنا الخير. هناك من عنده التزامات أو عنده فقه أو ربما انساق في علم الروحانية، يعني كل الحقيقة هذه موجودة، ولكنه يتغطى وسط الإخوة الرقاة باسم الراقي الشرعي، ولكن لا يستطيع أقوله، ولهذا لا يجتهد في الرقية. لاحظوا هنا الفرق، لا يستطيع الكذاب ولا يستطيع الغشاش والروحاني أن يجتهد في جلسة الرقية. خذوا هذا المعيار وهذا الميزان، لا يستطيع الجاهل والكذاب والغشاش والروحاني أن يجتهد في جلسة الرقية، لأنها تجلي الحقيقة، تجلي ما عنده من علم ومن بضاعة ومن زاد ومن قوة ومن صبر ومن جلال. فهو همه إذا كان روحاني أن يتعامل بطقوس حروف وبرموز وبخواتيم وبأسرار شيطانية روحانية، هذا موجود عند الرقاة. بعض الرقاة عندهم هذا العلم، بدأوا يظنون، أقول لك بدأوا يظنون أن الراقي المغربي لم يصل إلى هذه الرتبة مثلا، أنه يحارب الجن ويحاكي الجن ويخاطب الجن ويعظ الجن ويؤثر في الجن إلا وله قوة خفية معه ونحن لا نعلم، وبهذا يصرح البعض. طار لنزل نعيم ربيع مع أهل الجن، له موافق وعهد مع الجن، ولا أبرأ لله من هذا، مفهوم؟ وحتى يظن أن العالمية لن تصل إليها وأن النجاح لن ترتقي إليه إلا إذا كانت لك خلة وصلة بالجن. فماذا أوقعوا؟ ماذا أوقعهم في علم الروحانية؟ يعني بدأوا يدرسون عند طلبة، يدرسون عند علماء، يدرسون عند خبراء خاصين بعلم الروحانية، وبالتالي ولجوا هذا العلم عن علم، عن دراية، عن حسابات، عن كتابات، عن فقه في هذا المجال الذي ذمه الله عز وجل في القرآن وفي السنة. ولكن انخدع بهم كثير من الناس لأنهم رأوا بعض الإنجازات، رأوا بعض الحقائق عن بعد ولكن عن قرب في ساحة الوغى والعراك والقتال لا يستطيع أن يفقه أو أن يعلم أو أن ينجح، لأنه يبقى محدود. من يتعامل بالجن، يتعامل مع الجن بالروحانية أو بطقوس أخرى، يبقى محدود في عالم الرقية إلا إذا كنت أنت حقا خالصا مخلصا، لك قوة بإذن الله تخترق بها صدر المريض وقلب ذاك الذي يسكن المريض، لأن حينها أنت ليس لك صلة بشرط مع الجني، وليس لك شرط بشروط مع الأبلس ومع الشياطين أو بحسابة أو برموز، حتى أجلس وأعقد وأحسب ثم أرى النجوم وأرى الكواكب وأرى الأرواح وأرى كذا الرياح وأرى كذا. لا، أنت مباشرة حينما ترى توجه السهم، حينما تفهم توجه السهم، لا مكان لأي شيء آخر.
خلاف من لا يستطيع أن يماري وأن يجاري الجن في ساحة الرقية، مفهوم؟ ويدعي لنفسه أنه على شيء. هنا لا بد أن نجلي حقيقة الرقية الشرعية. الراقي الشرعي كل الرقاة، فهم بين حالين، بين أمرين اثنين، إما في الصدق وإما في الكذب، إما في الصدق وإما في الكذب. تقوى بالله ليس بضعيف قوته، نعم لا بد أن تتقوى بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ الذين يتقوى بالجن قد تصادف جن هو أقوى من الجن الذي تستعين به مثلا، فتقف فاشلا ضعيفا مستسلما. أما إذا كنت تستعين بالقوي الذي له القوة المطلقة سبحانه جل في علاه، فلن يقف في وجهك شيطان كيفما كان، ولو يأتي والدهم أبوهم الشيطان إبليس الحقيقي أمامك فأنت لا تخاف ولا تهاب بإذن الله عز وجل، لأن معك ربك سبحانه وتعالى ومعك كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. خلاص تابعك الناس، تابع المنشورات، ثم أتوا إليك. ما حالك في استقبال الناس قبل أن نأتي للتشخيص؟ استقبالك الناس كيف يكون؟ أنت تدعي الأخلاق والسنة والتوحيد وكذا، كيف يكون استقبالك للناس؟ هل استقبالك يكون استقبالا بشاشة، بطلاقة، بحب، بقلب صادق لا يريد الجيب؟ القلب والنظر لا يطالع الجيب، لا يطالع الحساب والمال، وإنما يطالع الحالة قبل كل شيء. هذا هو الصدق، أن يطالع كيف يتعمق في الوصول إلى العلة. وما هو آت من مال؟ آت، تأكد أنه آت، وإن كنت أخذته أصلا قبل، ولكن قلبك لا يلتفت إليه أبدا. أنت في مكتبك لا تلتفت إلا إلى الحالة، لا تلتفت إلا إلى العلاج، إلى السبل كيف تقضي على هذا العدو أو تدعوه إلى الله تعالى بالحسنى. هل عندك ضوابط شرعية أنك تدعو الكتاب والسنة؟ هل عندك ضوابط شرعية؟ أين هو الغطاء الساتر في مركزك احتياطا؟ أين هو الغطاء الساتر في المركز؟ أين هو الحجاب، حتى الجوارب، حتى النقاب، إن كانت الأخت تريد مثلا أن تخفي وجهها مثلا؟ لكن نتكلم عن هذا الستر الذي يجب أن يكون. هل أنت أخذت بهذا الأمر؟ هل أخذت فعلا بهذا الاحتياط؟ وعندك أكثر من لباس في المركز، أكثر من غطاء في المركز؟ هل فعلا أنت تتحرز ولا تستقبل أي أخت إلا بوجود الناس، لا يكون تكون بينك وبين الأخت خلوة؟ تأتي المركز خاوج جسمت وياه وحطوا كاستاتاي وجيبوا شو تشفنج وش الحرشانيت وش كوكا وكذا وما فيها باس، وتعود لك على مشاكلها. هل أنت حي في السؤال؟ ما تقولش لها مثلا والعاشق كيفاش كينعس معاك، والعاشق شحال مره كيجيك، وانت كتكوني مرتاحه وكذا. يعني لابد ان يكون الحياء كذلك، سواء بينك وبين النساء او بينك وبين الرجال، فالحياء من الايمان وهو شعبه من شعب الايمان. هل فعلا هذه الامور تتجلى عندك في مركزك في الرقيه الشرعيه؟ اذا لابد ان هذه مقدمات قبل الولوج اليك. يجب أقولها، يجب على المعالج أن لا يرى المريضة كيفما كان حالها إلا ويراها متسترة، حتى لا يتحرك البصر وتتحرك النفس والقلب، حتى تكون كل الأخوات التي يدخلن عندك سواء في الاستقامة، سواء في العفة، سواء في اللباس، بحيث أنت حينما ترى كل أخت تراها بإذن الله تعالى عندك في المركز لا تعرف هل أنت متبرجة أم متسترة. الأخوات التي عندك عند الباب يتكفلن بهذا الأمر بهذه الغاية. كل أخت، يعني أختي منعي سبارك اليدين، منعي أختي تزيين الوجه، منعي أختي كذا كذا، البسي كذا كذا، ما قبل بالتي أحسن بالدعوة، ما قبلتش لن يستقبلك الشيخ. الشيخ لن يستقبل الأخت إلا إذا كانت في كامل حجابها. تقول أنا ما يجبش معايا كذا، عندنا أختي عباية البسيها، عندنا غطاء شعر، عندنا جوارب. خلاص أنت ما أتيتي لاستقبل الشيخ وتتكلم معه في أمور شخصية، أتيتي للعلاج، فمن شروط العلاج تكوني يعني مسترة، مفهوم؟ أن تكوني بفضل الله عز وجل في كامل الحشمة والحياء. هل يا أخي صدقت الناس في هذا أم أنك حينما تكون وحدك منعزل؟ لا مشكل وفي الواتساب شنو هادشي؟
وملي تبقى قدام الناس زاهدون وارعون خاشعون حتى والكاميرا حتى غض البصر حتى هو 100%. طيب سبحان الله، اذا الرقاة بين الصدق والكذب، بين ماذا؟ بين الصدق وبين الكذب. ثم تاتي مساله اخرى وهي مساله الدخول عند المعالج. حينما ياتي الوقت كي تدخل الاخت عند المعالج، حينما تريد ان تدخل عند المعالج، هنا يتجلى صدق المعالج، يتجلى ماذا؟ صدقه من كذبه، مفهوم؟ حينما تجلس عند المعالج ويبدأ في السؤال، ويبدأ ماذا في السؤال؟ اسمعوني يا أحبابي، نعلم جميعا من خلال الاستقراء والمتابعة والبحث الميداني في مجال الرقية الشرعية أنك لا تستطيع الوصول إلى حقيقة الحالة إلا بالتشخيص، وبداية التشخيص يكون بالاستماع من المريض. فهل حقا المعالج يصغي وينصت ويستمع إلى المريض أو المريضة وقت كافي من أجل الوقوف على حقة العلة والوقوف على الأعراض الخفية والجلية في اليقظة والمنام وفي السلوك وفي العقيدة وكذلك مع الأسرة وفي الحياة اليومية؟ لأنه من هذه يضع بصمة ويضع رسم بإذن الله تعالى كيف يصل إلى الهدف. إذا لابد أن يكون صادقا، ثم حتى ويجب أن يكون عالما بعلم الأعراض وبالأعراض، يعني هذه الأعراض التي تنتاب المريض أثناء اليقظة، أثناء المنام، في خطبته، في زواجه مثلا، في صحته، في ولادته، في أمه كانت هناك مشاكل، وهذا علم كبير. ها، هل هذا الأمر، أنا أتكلم الآن عن الرقاة الذين يريدون أن يكونوا صادقين بحق وبصدق وأن يسيروا مع الناس للعلاج. لا، ما كنتكلمش على الرقاة اللي هم صادقين ولكن كيقول لك أنا أصلا الرقي المرجي عندي وأنا مصارحه ومبين له أن رقيتي 5 دقائق ربع ساعة وأقرأ عليه ولا يهمني العلاج. هذا كان صادقا، يكتبه على فيسبوك ويكتبه على اليوتيوب حتى يكون صادقا، لا يوجد لي مقاطع علاج شيطان استقر 50 سنة، علاج كذا في 5 دقائق، فالناس يغتروا بهذا وتهمهم على أنك أنت لك القاضية بسهم يعني لا يخطئ أبدا في دقائق، وبالتالي يأتون عندك، ها، يحجون زرقة وحدانا، فحينما يأتوا يستسلموا، يقولوا أجروا بسوء أمر الواقع، يقولوا خلاص ما في مشكل، ندخلوا عنده ماشي مشكل، فيجدوا 5 دقائق و10 دقائق، وأنت قد كسبت من خلالها دراهم، ثم من الآخر والآخر، وفي الغد عندك إعلان يجدد لك الدعوة، ثم يأتون الناس من جديد، وأنت تتعامل، هذا باطل، هذا أكل باطل، هذه دعوة باطلة، خذ مني هذه دعوة باطلة. لكن هناك خلاف من يكون صادقا ويكتبها، أنا رقيتي لا تتجاوز 5 دقائق ورقيتي تبنى على كتاب الله عز وجل، أقرأ الآيات كذا كذا وأكرر على كل فرض، هل يظن هذا سيكتبها؟ لن يكتبها أبدا، لأن إذا كتبها لن يأتي أحد وسيبحث عن الفقيه ديال دربولة، أخوه حافظ القرآن ولا أخته ملتزمة وكذا تقرأ عليه، ويكون أمر أهون أنه يأتي بالطائرة أو يأتي بالقطار أو بالشاحنة أو بالحافلة أو بالسيارة، ثم ينتظر لوقت طويل ثم يأخذ 5 دقائق ثم يعود ويصرف رشيدا، لا، لم يجد شيئا. إذا الصدق عند الرقاة بين الصدق والكذب. أنا كنتكلم لأن منهجك يجب أن توضحه على المباشر والذي يراه الناس على المباشر والذي يتكرر مع كل الناس، ولا تجلي على اليوتيوب والذي يكون مع كل الناس. أما إذا كان حالا شاذة فالشاذ لا حكم له، قد تكون في حالة سهو، في حالة نسيان، في حالة مرض، في حالة عياء، ولكن لابد أن تجبر الخلل بماذا؟ أن تعيد صدافة هذا المريض وأن تأخذ بخاطره، أو بعدما تقول له شوف أنا ماشي في يومي حتى ترجع عندي إن شاء الله، أو تبع هذا البرنامج وسأواصل معك وسأبدأ مصرف، أو هذه الجلسة غير محسوبة، باش تكون صادق مع ربك عز وجل. خذها مني باليقين، لابد أن تكون صادقا حتى إذا طرأ عارض أو مشكل عندك بينك وبين المريض، أو وقع للمريض مع من معك يشتغلون، فاعلم أنك أنت هو اللافتة، أنت هو الاسم، الصدق عليك أنت بداية، فأنت المسؤول، أنت الراعي، فلا بد أن تحيي بين الفينة والأخرى، ها، من اختفوا ولم يأخذوا حقهم حتى يظهروا من جديد، وتجبر خاطرهم بالرقية وبالابتسامة وبالكلمة الطيبة، وإن كانت مظلمة أن ترجع إليهم عن طيب خاطر، وأنت من عليك أن تطلب منهم العذرة والمعذرة. هذا هو الصدق، الصدق، الرقاة بين الصدق والكذب في كل شيء. التشخيص، هل ما نراه الآن أن كل الرقاة هم صادقين
في مسألة التشخيص السؤال: هل يعرفون معنى التشخيص؟ هل يقومون بخطوات التشخيص الحقيقي؟ هل يعطون الوقت من أجل التشخيص؟ هل لهم دراية وباع في معرفة الأعراض اليقظة من المنام، من الأعراض الطبية والصحية وما شابه، حتى يكونوا يتخصصوا ويرجوا هذا المجال بقوة ويقول: ها أنا ذا، يأتون الناس عندي من كل جهة، من كل حدا موصوب، من كل فج عميق؟ لنعلم فرق بين التأطير والتنظير وبين التطبيق والعمل. حتى إذا كنت مفوها، خطيبا، كاتبا، ولكن ليس معنى أنك فارس أنك مرابط، مجاهد، مقاتل في ساحة القتال. فرق كبير، فرق كبير جدا جدا. وإلا كان العلماء هم أولى بالرقية، وإلا كان العلماء هم أولى بالرقية، ولكن العالم في تأصيله وتأطيره شيء، ولكن الراقي في قتاله للجن والشياطين شيء آخر. إذن التشخيص هو النقطة التي تغيب عند كثير من المعالجين، والتشخيص يحتاج إلى وقت، إلى زمن. أنا كنقول لك العودة، معرفة حق التشخيص يحتاج إلى سنوات بجد وبمثابرة وبقوة وبصهر وبملازمة ومواصلة ومتابعة في الوغى، في القتال مع الجن والشياطين يحتاج منك إلى سنوات. فكيف لمن فاق صباح قال أنا راقي؟ كان يتابعك محبا متابعا أصبح راقي. كيف لمن لا يعرف شيء من الرقية إلا أنه يعرف يقرأ آية العين والحسد والسحر؟ نعم، هو راقي، فيصبح أنه يجعل لنفسه هالة فوق هالته وطاقة فوق طاقته. إذا أنا كان أتكلم أصدق لا يصدق، كل واحد يظهر على قدر ما يعلم، لأن بالكلام يتساوى الرجال ويتساوى الأقران. والضحية من هم؟ الضحية هم الرجال والنساء، هم المرضى. الضحية لن يكون الراقي ضحية أبدا، جاء عند القليل والكثير فهو فائز، ولكن الضحية هم المرضى. والعيب أين يكمن؟ حينما لا تشخص جيدا وتقول أنت عندك مس وهمي، أنت ليس عندك شيء، أنت فقط عندك عين وحسد، وهي معها شيطان قاتل قابع في داخلها مثلا، أو أنك لا ترى الاجتهاد في الرقية وترى أن قراءة القرآن تكفي لكل شيء، مع أن فيها عدو يعذبها في الصباح والمساء، وبدأت تثق في كلامك وفي منهجك، ثم أخذت القول وأصبحت تلزمها أن لا تتبع علاج أي فرد كيف ما كان، وأنك أنت يعني من استطاع أن يشخص ولا تشخيصك لن يعلو عليه أحد، فأخذت بكلامك وبقيت سنوات تعذب في صمت، تعذب في صمت، حتى انفجرت وقالت أجرب الكرة في الرقية، فتفاجأت أن بداخلها عدو، وضاعت السنوات التي بسببك أنت بسوء تشخيصك، وبالتالي كنت كاذبا، وكنت مع الجن والشياطين، كنت في ركنهم، وكنت في محرابهم، وكنت في طريقهم، فقدمت لهم خدمة. إذن أنت كذاب، وأنت كاذب، وأنت غاش، حينما تعلم أنه لم يخرج. فلماذا حينما ترى أن الناس عندهم حقيقة شيء في البدن تقول عندك مس وهمي، كيف عرفت أنه مس وهمي؟ على الأقل تجري الجلسة وتنتهي، ثم تعاود معها جلسة أخرى وجلسة أخرى حتى تجمع الملف، وبالتالي يتبين لك. ولا بد أن ترتقي في مسألة العلاج والجلسات، كيف يحكم معالج بجلسة واحدة أن المريض عنده مس وهمي؟ هذا من الهراء، هذا من الخطأ. هل عالم الجن يقتصر على جلسة واحدة؟ قد تكون جلستك قوية ومتينة وفيها ما فيها وطويلة، ولكن تحتاج معها إلى جلسة أخرى من أجل أن تشخص تشخيصا حقيقيا تاما كاملا شافيا وافيا. لماذا؟ لأن الذين هم فيها أقوى، لهم قدرة في الدماغ، لهم قدرة في الرحم، لهم جنود أبالسة، فهذا يحتاج منك إلى بعد رؤية، إلى وضوح رؤية، إلى صفاء في الرؤية، وإلى كذلك علم بالأعراض، وعلم كذلك ما يقع عندك، وماذا تسلط في أثناء القراءة. هنا سوف أسلط وعظم، لا سأغير من اليهودية إلى النصرانية، علم بالحركات، علم بهذه الحركات وما شابها، حتى بثنايا، حتى في حركة اليدين والقدمين والأنفاس، كذا تفرق بين اهتزاز السحر، مادة السحر، خادم السحر، الشيطان وما شابه. حينما تكون عندك هذه البضاعة وأنت تجلي بقوة وبوقت طويل، وتجزم أن الأمر موجود لكن يحتاج إلى وقت. واحد لم يعمل شيء من هذا وفي ربع ساعة يقول لها مس وهمي، وفوق ذلك يقول لها أتحداك إن صعدتك شيء أعطيك ما تريدين، تأتي عندي يسرع. ماذا نقول له؟ ليس ادعي نفسي وربي، ولكنه الحقيقة. لا بد أن نفهم أن هذا عالم غيبي ويحتاج إلى جهد
ويحتاج إلى مثابرة وإلى مجاهدة ويحتاج إلى وقت وإلى قوة حتى تشخص تشخيصا حقيقيا، ثم تسلط ذلك في أرض الرقية فيتجنى العدو. بعد ما يتجنى العدو هنا تشخيص آخر وحال الرقاة بين الصدق والكذب. حينما يتجلى، إذا تجلى ماذا تصنع؟ حال الرقاة بين الصدق والكذب حينما يتجلى هذا العدو في البدن. منهم من يقول خلاص أنا ليس علي هداه، وليس علي دعوته، وليس علي يعني أنا سأمره بالخروج. أقول إذا كنت حقا على وفق ما تقول وتلزمه بالخروج ولا إكراه في الدين، فأنت حينها لست غاشا. ولكن كيف تخرجه؟ كيف تخرجه؟ فالبعض يرى أن من أنجع السبل هو أمر القمع والحرق والضرب والصعق وما شابه. فترى هذه الأخت يعني ألوان العذاب، ألوان العذاب، من رفيس ومن عفريت ومن ضريب ومن تشتيف عليها ومن صعقها ومن ضربها ومن عضها ومن جرها ومن كذا، ولا زال الأمر كما هو، ولا زال الأمر كما هو. فحتى يتخلص، وحسن التخلص يعمل لي عدة أسباب وعدة ألاعيب وعدة حيل في عالم الرقية الشرعية، عدة أساليب وعدة خدع وعدة حيل، مفهوم؟ يعني حتى يكون حسن، ما يسمى بحسن التخلص. حسن التخلص إما أنه مبقاش يجاوب على التليفون، إما أنه مبقاش يستقبلها، إما أنه يلزمها ببرنامج يعني شاق ومرهق ومتعب ظن أنه قد أحسن صنعة، مفهوم؟ أو يعرضها لسوء العذاب حتى تصبح نفسيا تنفر من المجيء ومن كثرة الضغط النفسي الذي ولد عندها والعقد النفسية، تفر من قاعة العلاج، وهذا خطأ عظيم. حتى يجب أن الصادق في العلاج يابد أن يراعي المسألة النفسية، الصادق المخلص في العلاج يراعي المسألة النفسية. ما عدناش إحنا مصلحة نعذب السيدة وتنفر من العلاج، إذا كان حتى إذا كان المس جزئيا نص نص كتعقلية هو كتعذبية هو، فيكون التعذيب إذا اضطررت إليه يكون بحكمة وباتزان. ليس الغاية عندنا أنها، لأن باقي عندك، لأنك تعرف أن باقي عندك مسيرة في العلاج. لو أن تعرف هي الجلسة القاضية وغتعذب واحد شوية ماشي مشكل، آخر العلاج الكي، لكن هي تحتاج إلى جلسات، فكيف تنفر من العلاج إلا إذا كان هذا قاصدا، قاصدا من جهة أنه قاصد حتى لا تعود، أو من جهة الفشل الذريع والاستسلام فيخفي عيبه في القراءة والإقناع بالقهر والقمع والضرب، مفهوم؟ وهذا كذلك من الغش والكذب. فلا بد أن تتعلم أيها المعالج، لا بد أن تتعلم حتى لا تسيء إلى المجال، حتى لا تسيء إلى نفسية المرضى، حتى لا تسيء إلى أبدان المرضى، حتى لا تسيء إلى كذلك سمعة الرقية والرقاة. وحتى تكون صادقا لا بد أن تتعلم ما هي الرقية، لا بد أن تتعلم ما هي الرقية. الرقية لا تقتصر على تعويذات وعلى بعض الآيات، هي من الرقية، ليست رقية، من الرقية، ولكن الرقية علم غزير، بحر واسع شاسع. الرقية هي علم كبير جدا جدا، فلابد أن نفقهها، عذرا، لابد أن نفقهها وأن نعلمها، ولابد أن نثبت عليها وأن نعمل بها بإذن الله عز وجل، وأن نعلمها. من فضل العلم أنك تعلم بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قرب منا الخير والأخيار، واصرف عنا الشر والأشرار. اللهم قرب منا الخير والأخيار، واصرف عنا الشر والأشرار. اللهم قرب منا الخير والأخيار، واصرف عنا الشر والأشرار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا.